أقلعت الطائرة الإغاثية 19 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق من قاعدة عبد الله مبارك الجوية الكويتية متجهة إلى مطار العريش، على متنها مواد غذائية ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طنا. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار دور دولة الكويت في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتنسيق بين وزارات الشؤون والدفاع الخارجية الكويتية، وبتعليمات من القيادة السياسية الكويتية لتلبية احتياجات سكان غزة، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.